التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب العضو المنتدب لشركة سوميتو إلكتريك إيجيبت ميرشا سيربو، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر وترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل. وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار أو التوسع في السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، لا سيما وأن الشركة تعتبر موردا رئيسيا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى الشركات لتصنيع السيارات العالمية. ومن جانبه قال العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 260 مليون يورو، مشيرا إلى أن الشركة توفر حاليا 12 ألف فرصة عمل. استقبل وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي السفيرة هيلدا كليمدستال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة. وأكد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانب بها أكدت سفيرة النرويج العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة. استقبل وزير العمل محمد جبران محافظ الوادي الجديد محمد أزملوط لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. هذا وناقش الجانبان طرق تكثيف الجهود للاستمرار في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن، بما يتماشى مع طبيعة المهن التي تحتاجها المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وقبرص وتبادل الخبرات. جاء ذلك خلال استقبال فريق أسامة ربيع الوزيرة ووزيرة الدولة للشحن بقبرص، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. من جانبها أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لضمان انتظام الملاحة عبر القناة في ظل الظروف والتحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة والسلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر بعنوان التوقعات الاقتصادية لمنطقة ولمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي ظل صامدا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي. وفي هذا الصدد أوضح مركز المعلومات أن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنا للتأثير السلبي الناجم عن تجديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أمريكية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط. على صعيد التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 71 دولار و86 سنت للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 67 دولار و83 سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالمين بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.18 سنت للتر، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل نحو $2.43 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في منشور على منصة إكس اعتماد ميزانية حكومة الإمارة 2025-2027 بمصروفات تبلغ نحو 272 مليار درهم، ما يعادل نحو 74 مليار و6 ملايين دولار، هي الأكبر في تاريخ الإمارات مقابل إيرادات 302 مليار درهم. وخصصت دبي 46% من إنفاقها لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات تصريف المياه.